انا ركبت تقريبا كل المواصلات اللي موجوده في اسكندريه. انا ركبت كل المواصلات تقريبا اللي موجوده في اسكندريه، يعني الترام الجديد الاسباني اللي لونه اصفر وشيك قوي وجميل قوي وصغنن كده، عربيتين مفتوحين على بعض، حاجه شيكه قوي. بس ما عجبنيش حاجه واحده، انه مش فاهم وانت ماشي على القضبان الاقي عربيات واقفه على القضبان وبتنزل يخش يعمل حاجه في محل كده على اليمين وملوش دعوه، قافل السكه بتاعت القضبان بتاعت يعني الترام يعني. فالترام يفضل واقف عشان ينزل الراجل المساعد بتاعه اللي بيقطع التذاكر عشان يروح يقول للراجل لو سمحت شيل عربيتك. ما بتحصلش في اي حته في العالم دي، ما بتحصلش في اي حته في العالم. جايبين ترام شيك وجميل وصوته جميل وبتسمع مزيكا جوه والتذكره بتاعته مش غاليه وحاجه جميله قوي تليق في بلدنا وتليق للشعب الاسكندراني ولزوار الاسكندريه. وبعدين تلاقي واحد عارف ان ده السكه الحديد، عارف ان ده السكه بتاع الخاص بالترام، راكن عربيته على السكه كده ونازل يجيب لك حاجه من المحل اللي جنبي. او سايب العربيه وطلع كده طلع البيت. ليه كده؟ ليه؟ ليه بتعمل كده في بلدك؟ ليه بتعمل كده في الناس؟ ركبت المشروع اللي هو الميكروباص، دفعت مرة 4 جنيه ومرة 1.5 جنيه، اللي هو حضرتك يعني على حسب المشوار. ركبت حضرتك الأتوبيس السياحي الجديد العظيم الجميل اللائق باسكندرية وبشعب اسكندرية وبزوار اسكندرية والسياح بتوع اسكندرية. اتوبيس دورين كده وفوق مفتوح كده وتقعد تتفرج على الكورنيش رايح جاي ب 15 جنيه. لا الرايح بس ب 15 والراجع ب 15. بس حاجة جميلة، حاجة تفخر بيها، حاجة جميلة. الكورنيش نفسه ما شاء الله بقى فيها يعني كل الاماكن اللي كانت سده الرؤيه من انك انت تبقى ماشي على الكورنيش وقافل ما مش عارف تشوف البحر بسبب المباني الغريبه اللي كانوا حاطينها دي وعاملينها كلها اتشالت، فكل الناس قادره تشوف البحر وتستمتع بالبحر. تحيه كبيره طبعا لمحافظه الاسكندريه اللي بيعمل مجهود كبير جدا. انا رحت بقى عند النوه الغريبه اللي كان فيها امطار كتيره جدا على الاسكندريه على السواحل، وفي خلال اقل من 24 ساعه كان كله اتشال، حكايه الميه والفيديوهات اللي حضراتكم بتشوفوها دي والميه والبحيرات اللي كانت بسبب الامطار. وعارف ان في مليارات يعني سوف يتم دفعها يعني وصرفها على منظومه الصرف بتاع اسكندريه عشان نحل المشكله الازليه دي. والمشكله الازليه دي على فكره بسبب انه كان في ناس كتير قوي بتبني حضرتك عمارات بالعشرات الادوار وكان المفروض مخصص ليها صرف لفيلا فيها 3 انفار او 4 ده ملخصها يعني. ركبت التاكسي، والتاكسي بقى ده كل ما اركب تاكسي اقعد اتكلم مع نفس يعني السواق، اقعد اتكلم معاه في نفس الموضوع. هو انت ليه مش مشغل العداد؟ فنقعد نقاش 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 بس ما فيش رد. هو ليه مش مشغل العداد؟ يعني بفضل الله القاهرة اي تاكسي دلوقتي بتركبه شغل العداد وبيحترم. بدل لما افضل بقى ايه تاخد كام لغايه محطه الرمل اللي تدفعه يا باشا؟ طب يعني كام يعني حضرتك يا بيه؟ انا في اركب بس وبتاع مش عارف ايه، وبعد ما اوصل هناك اقعد نتخانق. طب ليه ما تشغل العداد عشان لما اركب وحضرتك تحاسبني احنا الاتنين نبقى في السيف سايد؟ بكل صراحة شديدة رحت وقفت عند ضابط وقلت له هو احنا ليه في اسكندرية ما فيش الاعداد التاكسي ليه ما بيشتغلش؟ حضرتك قال لي حضرتك تروح تبلغ عنه ويتحبس، ما ينفعش يعمل كده، روح اركب حاجة تانية. طب ليه؟
بعض الاقاويل وبعض النقاشات كانت بتقول اصل التعريفه الجديده لسه ما اتعملتش، اصل تلاقي نفسك دخلت في حوار طويل قوي بس ما تردش على السؤال، انت ليه مش مشغل العداد؟ طبعا رحت اكلت بقى الايه الهريسه بقى، البسبوسه الرهيبه، وخالد بن شارع خالد بن الوليد اللي كان مليان ميه اللي كنا بنشوف ده، رجع تاني زي الفل، رجع تاني بشكل قوي جدا، والناس عايشه حياتها والمحلات شغاله، وشويه الحاجات اللطيفه اللي تشتريها باسعار رخيصه، حاجه جميله جدا. رساله الى محافظ الاسكندريه ورسالة إلى إدارة المرور في الإسكندرية، أرجوكم تابعوا موضوع التاكسيات، خصوصا إن إحنا الحمد لله السياحة راجعة بشكل قوي، الحمد لله. على فكرة عشان تبقوا عارفين، إسكندرية تقريبا ما فيش إلا يمكن فندقين ثلاثة بالكتير هو اللي عندهم إمكانية إنك أنت تروح تقعد فيها، يعني يبقى في أماكن فاضية إنك أنت تروح. بسم الله ما شاء الله، إذا كان مصريين أو إذا كان سياحة فل، يمكن نسبة الإشغال بتبقى قليلة عشان كورونا وكده، بس هو في الأول وفي الآخر ما فيش أماكن يعني. فالحمد لله السياحة راجعة أو رجعت، وفي حركة، وإذا كان المصريين بيحبوا، أنا زي مثلا أنا بحب أروح اسكندرية ومرسى مطروح في الشتاء، ما بحبش الزحمة القوي يعني، غيري بيحب طبعا الصيف والزحام فالحمد لله يعني نسبة الإشغال قوية جدا على فكرة في اسكندرية. عايزين العداد بتاع التاكسيات يشتغل عشان ما نقعدش نجادل يعني ايه ونقول اه لا يعني كده يعني. يعني اللي هيروح اسكندرية قريب، لو انا فتحت النفس للسادة المشاهدين ان هم يروحوا اسكندرية بعد الكلام اللي انا بقوله ده، روحوا حضرتكم كوبري ستانلي بالليل. كوبري ستانلي ده بالليل كوبري هايل متنور بشكل عظيم جدا، والمحافظ رافض تماما انه بعد مش عارف الساعه 3 او 4 يبقى في تجمعات، فالدنيا هاديه على الكوبري وجميل جدا، حاجه جميله بقى. قدام كوبري ستانلي بقى في ايه حضرتك، نادي كده تدفع 5 جنيه بس تخش حضرتك تقعد قدام هذا الكوبري والميه كده والموج جميل، وتشرب حاجه سخنه. ايه الجمال ده؟ ايه الروعه دي؟ ايه الراحة النفسية دي؟ بلدنا حلوة قوي، استمتعوا بيها. عشان كده انا قلت في اول الحلقة الاسكندرية دايما اللي هو شعوب السواحل دايما بتبقى حالتهم النفسية اهدى شوية، اهدى، ما فيش العصبية والنرفزة بتاعت السكان العاصمة والانشغالات اللي بتبقى موجودة في اماكن كتيرة يعني. الحاجة بقى الملحوظة اللي أنا شفتها في كل اللي أنا حكيته ده كله، إنه مفيش حد لابس كمامة. مفيش حد لابس كمامة. وده للأسف الشديد بقى. فين وفين لما ألاقي واحدة مدمظيل كده شكلها كده في الجامعة لابسة كمامة. إذا كان في الترام، إذا كان في الأتوبيس، إذا كان حتى في الميكروباص اللي هو اسمه المشروع هناك، اركب المشروع واطلع على محطة الرمل، اطلع مشروع واطلع على بحري، الأسامي الجميلة بتاعتنا الحلوة دي، تبقى قاعد حضرتك في الميكروباص ومفيش حد لابس كمامة. وفين وفين لما تلبس الكمامة؟ يا سادة يا كرام، احنا لسه عندنا وباء فيروس كورونا، وفي حاجة جديدة، تحور جديد اسمه أوميكرون. أوميكرون ده حضرتكو لسه عمالين يعني وزارة الصحة وفي العالم كله، وزارة الصحة في العالم كله ومنظمة الصحة العالمية عمالة تحذر وعمالة تقول إنه يدق ناقوس الخطر وإنه المثير للقلق. طب هو ناقوس الخطر ليه وبيدق يعني المثير للقلق ازاي وهم لسه حضراتكم ولا عرفوا هو سريع الانتشار؟ طب هو بيأثر بشكل قوي على المريض اللي بياخده هذا الكورونا، يعني ممكن تأثر عليه ازاي؟ مش يعني في حالة قلق في الكرة الأرضية،
بسبب أوميكرون الجديد ده اللي هو آخر واحد كان دلتا. يا سادة يا كرام، يا 100 مليون مواطن مصري في الإسكندرية أو غير إسكندرية، في كل المحافظات، يا جماعة إحنا لسه في وباء ما خلصناش، وما خلصناش هذه المنظومة، وفي قلق في العالم كله، في دول ابتدت تغلق. ترجع تاني لموضوع الغلق، في بلاد حضرتك ابتدت يبقى بتوقف في الطيران ما بينها وبين جنوب أفريقيا اللي هي البداية كانت هناك، وفي دول حضرتك ابتدت تقول لا مادام ظهر هنا حالة ولا حالتين لا نغلق هذا المجال وما يبقاش في طيران ما بيننا وبينهم. المغرب امبارح تقريبا وقفت كل الطيران لمدة أسبوعين. فهذا الكم والقلق، واحنا عايشين حياتنا، طبعا ربنا يديكوا الصحة والعافية وعيشوا حياتكم زي ما انتوا عايزين، بس شوية حذر وشوية احتراز، يعني اجراءات احترازية. نرجع تاني، الدول اللي في اوروبا اللي كانت بيقولك خلاص ما تلبسش الكمامة تاني، لا رجعوا تاني حضرتك يقولك لا البس الكمامة في اي حتة حضرتك حتى وانت ماشي في الشارع. يعني جت علينا فترة كده الدنيا تتفتح كده وبقينا عايشين بشبه، انا بتكلم على الكرة الارضية، بشبه طبيعي بقى، وان شاء الله باذن الله وباللقاحات و في دول ابتدت تفكر في ان طيب انا دلوقتي هذه المنظومة خاصة باوميكرون او التحور بتاع كورونا اوميكرون ده، طب احنا اللقاحات اللي احنا خدناها دي هينفع معاه ولا لازم نجيب لقاح تاني؟ ابتدت الدول تقول لك انا هطور اللقاح عشان التحور الجديد ده، مع انه عدده لسه يعني الاحصائيات مش كبير في الكرة الارضية، لكن في حالة قلق. ورجعنا تاني لحالة القلق لما ابتدينا وباء فيروس كورونا ينتشر في العالم كله من الصين. فيا سادة يا كرام، ارجوكوا البسوا الكمامة. المشروع ده واللي هو الميكروباص ده، انت بتبقى قاعد جنب الزبون، يعني كتفك في كتفه عاملين كده هو جوه المشروع الميكروباص. انا كنت بقعد ورا كده وافتح الشباك وابقى لابس كمامة. طبعا انا بقول الكلام ده مش عشاني، انا بقول لحضراتكم عشاننا كلنا، عشان بلدكم وعشان صحتكم وعشان ولادكم وعشان الناس الكبار، عشان مصر، عشان بلدنا، عشان بفضل الله السياحة اللي الحمد لله موجودة في الأقصر وأسوان وفي الغردقة وفي شرم الشيخ، ونحافظ عليها، نحافظ على صحتنا. حضراتكم احنا، وقبل بخش على الهواء على طول، يعني عدد الاصابات في العالم وصلنا ل 262 مليون اصابة في العالم، يعني اكتر من ربع مليار مواطن في الكرة الارضية جاله اصابة وباء فيروس كورونا، وغالبا العدد اكبر من كده بكتير، غالبا يعني. وصلنا لحوالي 5 مليون و200 الف وفاة في الكرة الارضية، واحتمال كبير طبعا ان يكون الرقم ده ازيد من كده شويه. فعايزين نحافظ على نفسنا، عايزين نحافظ على اولادنا، عايزين نحافظ على كبار السن، عايزين نحافظ، عايزين نحافظ، عايزين نحافظ، لو سمحتوا بعد اذن حضراتكم. فده حضراتكم موضوع اللي هو رحله اشرف رياض الى الاسكندريه، وهذه هي الملاحظات بتاعتي في هذه الرحلة اللي هي لمدة 48 ساعة. استمتعت جدا، وأدعو حضراتكم اللي بيحب اسكندرية في الشتاء وبيحبها وبيحب الهدوء وبيحب تروح وتزوره، بس خلي بالك احجز قبل ما تروح، لأنك أنت تقريبا ثلاث أرباع الفنادق مشغولة، أكتر من ثلاث أرباع الفنادق مشغولة، وغالبا الشقق المفروشة اللي ممكن تتأجر عشان عيلة عايزة تروح تقعد في بتاع برضو، يعني الأسعار يعني ملتهبة، أسعار غالية. فأتمنى أن حضراتكم يعني إيه تمروا بهذه التجربة. وآخر حاجة أقولها في هذا الموضوع، كل التحية للوزير كامل الوزير، وزير النقل، وربنا يعينك على هذه المنظومة، وكلنا 100 مليون مواطن مصري منتظرين الإنجاز الكبير في أن احنا نلاقي سكك حديد مصر نفتخر بيها بعربات جديدة،
جرارات جديده في الدرجه الاولى والثانيه والثالثه، وانا عارف ان الدرجات الثالثه هتبقى خلاص بقى فيها تكييف، حتى الدرجه الثالثه فيها تكييف، ويعني منتظرين نشوف اكثر واكثر لهذه المنظومه، وطبعا تامين القطارات وتامين السكك الحديد والمزلقانات والاشارات، ونلاقي مواعيد دقيقه بالدقيقه يطلع القطار وبالدقيقه يوصل القطار باذن الله تعالى، ونشوف هذه المنظومه بشكل قوي باذن الله تعالى.